مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، نجدد بكم اللقاء في هذا البث المباشر. انتم كتشوفوا معنا كارثة عظمى بعدما انفجرت قناة للمياه وأغرقت شوارع المدينة، خاصة الشارع المؤدي إلى ميناء مدينة أكادير بالفيضانات، وأصبحت حركة السير شبه منعدمة هنا بهذه المنطقة، بالذات على محاذاة من ميناء أكادير. كما كتشوفوا معنا الطريق الرئيسية المؤدية إلى ميناء أكادير تغرق بالفيضانات بسبب انفجار أنبوب للماء. بفعل ربما حسب بعض الشهود العيان بأن السيارة اصطدمت بأحد الأنابيب وقنوات الخاصة بالماء، ما جعل الطريق كلها تغمرها المياه وأصبح بمثابة كارثة عظمى وفيضان جارف يضرب في هذه الأثناء طرقات مدينة أكادير وبالضبط بمحاذاة ميناء أكادير. كما كتشوفوا معنا على المباشر وفي عز فصل الصيف، إنها كارثة وربما أيضا هذا الفيضانات كانت قد تسببت في شل حركة السير والجولان. كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء، فصراحة كارثة بكل ما تحمل الكلمة معنا، وبمحاذاة قصبة أكادير أخرى. كما كتشوفوا معنا الطريقة المؤدية إلى تغزوت هي الأخرى، كتعرف في هذه اللحظات مياه كثيرة جدا اللي كتشوفوا أمامنا بعدما غمرت كل شيء وأصبحت حركة السير شبه مشلولة. كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء، بطبيعة الحال كنقول لكم الصورة العامة اللي كتعرفها مدينة أكادير في هذه اللحظات بعدما ضرب فيضان كبير المنطقة بفعل انفجار أنبوب للماء الصالح للشرب. ربما حاجة السير التي تسببت في هذه الكارثة. كما كتشوفوا معنا أيضا حركة السير والجولان أصبحت بطبيعة الحال ضئيلة جدا، وكما كتشوفوا الناس يعني كيوجدوا صعوبة كبيرة في عبور يعني هذا الطريق المؤدية إلى تغزوت وأيضا إلى ميناء أكادير. كما كتشوفوا معنا على المباشر بالصوت والصورة، أنتم كتشوفوا كأن أمطار طوفانية حلت بمدينة أكادير في عز فصل الصيف، لكن الأمر يتعلق فقط بانفجار أنبوب للماء هو اللي تسبب في هذه الكارثة. كما كتشوفوا المياه غمرت كل شيء وأصبحت الأوحال في هذه المنطقة. كما كتشوفوا كأن بطبيعة الحال ربما في الوهلة الأولى يحال المرء بأن هناك أمطار طوفانية، لكن الأمر يتعلق فقط بقناة وأنبوب اللي انفجر كما كتشوفوا وتسبب في هذه الكارثة وفي هذا الفضيحة. كما كتشوفوا معنا على المباشر وعلى مشارف ميناء أكادير وفي طريق حيوية، كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. إذا هذه هي الصورة العامة على مستوى المنطقة. كما كتشوفوا أيضا يعني أصحاب الدراجة النارية كيلقاو صعوبة كبيرة في العبور. أنتم كتشوفوا معنا على المباشر الصورة العامة للمدينة وأيضا الصورة العامة. كما كتشوفوا معنا الناس يعني كيلقاو صعوبة كبيرة في العبور مع الأسف الشديد. صراحة كارثة بكل ما تحمل الكلمة معنا بعدما انفجرت قناة للماء الصالح للشرب هذه المنطقة وتسببت في هذا الكارثة العظمى. كما كتشوفوا معنا بعدما غمرت المياه الطريق الرئيسية المؤدية إلى ميناء أكادير وأيضا إلى تغزوت، كما كتشوفوا توقف حركة السير والجولان وأصبحت بطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا على المباشر بطبيعة الحال. فأنتم كتشوفوا معنا الكارثة العظمى وأيضا رجال الأمن اللي يحاولوا باش أنهم يقوموا بتسهيل مأمورية التنقل
السائقين وكما كتشوفوا معنا على المباشر رجال أمن كيقوموا بمجهودات جبارة بطبيعة الحال كما كتشوفوا معنا على المباشر بطبيعة الحال يعني في هذه الكارثة صراحة عليه الناس يعني ما أحوجنا التساقطات المطرية لكن ليست تساقطات مطرية ولا أمطار وإنما الأمر يتعلق بانفجار قناة للمياه اللي تسببت في هذه الكارثة وأنبوب للمياه اللي خلى هذا الطريق تغمرها المياه وأصبحت الأوحال العنوان البارز في هذه النقطة كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء صراحة كارثة بكل ما تحمل الكلمة معنا والحدود اللحظة فرجال الأمن يعني كيقوموا بجهود جبارة من أجل تسهيل مأموريات حركة السير والجولان ومن أجل فتح الطريق الرئيسية المؤدية إلى ميناء أكادير كما كتشوفوا معنا المباشر الأوحال يعني في كل مكان وأيضا يعني المواطنين يعني كيوجدوا صعوبة كبيرة في العبور بطبيعة الحال مع الأسف الشديد أنتم كتشوفوا معنا على المباشر يعني الوضع الحالي ديال هذه المنطقة بعدما أصبحت منطقة شبه منكوبة بفعل هذه الفيضانات التي غمرت كل مكان وغمرت هذا الطريق الرئيسي بالضبط بالمحاذاة من شعار الله الوطن الملك فأنتم كتشوفوا الكارثة التي أصابت مدينة أكادير بعدما انفجرت هذا القناة خاصة بالماء الصالح للشرب وربما السيارة حسب بعض الشهود بأن السيارة اصطدمت بأحد قنوات الماء الصالح للشرب ما تسبب في هذه الكارثة والانفجار ديالها لتغمر المياه والأوحال كل شيء أنتم كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء فالمسؤولين يا أخي في هذه اللحظة فقط كنشوفوا رجال الأمن هم اللي كيقوموا بمجهود جبار ويسارعون الزمن من أجل فتح يعني الطريق ومن أجل يعني مساعدة الناس في العبور أمام هذا الأكوام الهائلة من المياه التي ضاعت ولا زالت تضيع فأنتم كتشوفوا يعني كأننا في فصل الشتاء وفي فيضانات فصل الشتاء لكن الأمر يتعلق بقناة للماء الصالح للشرب بطبيعة الحال اللي انفجرت وتسببت في هذه المعضلة وفي هذه الكارثة اللي كتشوفوها أمامنا على المباشر فأنتم كتشوفوا يعني الطامة الكبرى والكارثة العظمى التي حلت بالمدينة وحلت بطبيعة الحال أنتم كتشوفوا يعني مجموعة من الأوحال وأيضا مجموعة من الترسبات اللي غمرت هذه المنطقة وأصبح المرور منها شبه مستحيل كما كتشوفوا خاصة أصحاب الدراجات الهوائية وأنتم كتشوفوا يعني ربما العلو ديال المياه اللي غمرت يعني كل منطقة صراحة كارثة بكل ما تحمل الكلمة معنا في هذه اللحظة فنتساءل يعني ما دور بطبيعة الحال يعني المسؤولين يعني في هذه الكارثة الحدود اللحظة ف يعني كنشوف فقط رجال الأمن هم الذين يتدخلون من أجل إعادة السلاسة ديال الطريق وفتح يعني حركة السير والجولان في وجه يعني السائقين كما كتشوفوا معنا على المباشر بطبيعة الحال صراحة كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى أنتم كتشوفوا يعني كيفاش ربما السيارات يعني كيلقاو بطبيعة الحال كيلقاو صعوبة كبيرة في العبور مع الأسف الشديد يعني وسط يعني هذه الكارثة العظمى كأننا في فيضانات طوفانية كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء في كل مكان بطبيعة الحال أوحال كبيرة جدا اللي كتغمر يعني هذا الطريق وأيضا يعني الناس كيلقاو صعوبة كبيرة في المرور وأنتم كتشوفوا بطبيعة الحال يعني الكارثة العظمى اللي عرفتها هذه المنطقة بعدما انفجرت يعني واحد القناة ديال المياه الصالحة للشرب وانفجر أنبوب ديال المياه الصالحة للشرب كما كتشوفوا معنا على المباشر أنتم كتشوفوا بطبيعة الحال يعني
القامة الكبرى فالأطفال يعني صراحة كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. للأسف الشديد صراحة كارثة كبيرة جدا يعني اللي حلت بهذا المنطقة كما تشوفون. للأسف الشديد يعني الناس في لقاو صعوبة كبيرة في العبور، نتأسف كثيرا على هذا الوضع، لكن صراحة يجب على المسؤولين التدخل من أجل امتصاص هذه المياه ومن أجل إعادة الأمور إلى نصابها ومن أجل فتح هذا الطريق أمام المواطنين من أجل العبور، لأن يعني يستحيل باتة المرور من هذه المنطقة كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء في كل مكان بعدما غمرت المياه والأوحال هذه الطريق وتحولت إلى شبه فيضانات اللي كتغمر الطريق الرابطة بين أكادير والميناء وأيضا تغزوت السياحية. أنتم كتشوفوا مدينة أكادير كيف أصبح حالها، كيف تحولت بفعل هذا الكارثة العظمى اللي حلت في المنطقة كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. مياه القنوات التي غمرت هذا الشارع الرئيسي كما كتشوفوا معنا على المباشر، وطبيعة الحال يعني الناس يعني تلقاو صعوبة كبيرة في العبور مع الأسف الشديد بفعل هذا الأوحال اللي أصبحت تغمر الطريق الرابطة بين ميناء أكادير وأيضا تغزوت وكل المناطق المؤدية إلى شمال مدينة أكادير. بالضبط بالمحاذاة من مدارة ميناء أكادير وقعت هذه الكارثة. كما قلت اصطدام سيارة ربما حسب بعض الشهود بأحد الأنابيب الخاصة بمياه صالحة للشرب ما أدى الانفجار ديالو، وغمرت المياه كل هذه الطرقات كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء.